أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا ربي من لدنك علما، زدنا يا ربي من لدنك علما، زدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. آمين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونياتي، به أشفي من كل داء ونوره، دليل لقلبي عند جهل وحيراتي. فيا ربي متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي، وهبني به فتحا وعلما وحكمة، وأنس به يا رب في القبر وحشاتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحاباتي. فشد وتقبل سيدي بتفضل، وعم جميع الحاضرين بالرحمة، وأصلح شؤون المسلمين وأبناهم من الخير، وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخط رحمة، محمد المختار خير البريات. عليه صلاة الله ما يتلو قارئ صلاة وتسليما وأزكى تحياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا إنه كان بعباده خبيرا
يسيرا. الله يفتح لنا جميعا. آية سيدي منين نحن مش نبدأه؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. آية سيدي اتفضل سيدي حمودة. يلا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاء. فهمت هذه بلي مسألة مهمة برشا. ربي ركز فيها. أنا نحن تو الراء. خلي الأشياء. عندنا الراء المشددة. ما هو الحرف المشدد يساوي زوز حروف هكا ولا ساكن ومتحرك؟ يعني بالشر وبعد ري. باه نحن عوضنا هكا الراء الساكنة هذيك بالشدة صح ولا باهي؟ ركزوا معي مليح بربي. بسم الله. باه توا برشا ماشي في بينهم أنه هكا الراء الساكنة لولا نفخموها. قال شنو خاطر قبلها حرف مفتوح يقولوا بالشر ري. لا، الشين مرققة والراء الساكنة مرققة والراء المكسورة مرققة. يعني ويدعو الإنسان بالشر، مش بالشر، لا بالشر. واضح؟ خطر الساكن يغلب المتحرك، فنأخذ الحكم نتاع المتحرك اللي هي المكسورة. عاود هذه سيدي. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الراء مرقة المفخمة. علاش؟ أحسنت، هذا هو. نعم. ما قلنا الراء الساكنة هذيك ما عادش تعمل خاطر جاي بعدها حرف مكسورة أقوى منها. فهمت سيدي؟ قاعدة. أما كيف نقف عليها؟ أمان كيف باش نقف عليها؟ ولي نطبقوا القاعدة أنه ساكنة قبل حرف مفتوح. أيوة في السسمة في القول معايا الحمد لله رسول الله. في الساكنة ما عادش عندي حرف مكسور. قلنا بالشر شين ورا ساكنة. باش نطبق عليها القاعدة. عاود سيدي. ويدعو الإنسان بالشر دعاء. مفخمة سيدي حمودة. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. لا مرققة. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. انتقل العين. وكان الإنسان عجولا. نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار. أعمل وقف في الآخر خير اللي قلت لكم هذاك. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. أعمل وقف هذا. عاود. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار فمحونا آية شنو؟ يعني الوقف. نعم الوقف هذاك أخير لك. ليلة مع الوقف. عاود. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. نعم. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. نعم. وكل شيء فصل
فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. مش طف. وكل شيء فصلناه. وكل شيء فصلناه. شوف هنا. وكل شيء فصلناه فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه. مش فا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان الغنى من الخشمس دي فتحي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا كان نص منشورا بك كلمة تقرأ كيفاش نقراوها؟ منشورا. خليه وحده منشورا هذيك مش نصوها باللي بعدها كيفاش نقراوها؟ منشورا نقرأ كتابك. شو الحكم؟ ولا سمعت من حمود اقرأها اخري؟ لا قل لي شو عندنا احنا غاديك؟ همزه قطع ولا وصل؟ وصل. همزه وصل. ما لا همزه وصل اذا كان يجي قبلها تنوين يكسر. واضح خاطر الحرف الثالث مفتوح. منشورا يقرا مفهومه. وصيدي من اهتدى يلا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. سيد مش يضل 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 لا مش بالذات. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة. لا مفخمة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا مش وز. وزر أخرى. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واصل سيد البيه. وإذا أردنا سمحني شو الاسم ذكرني يا سيدي نور الدين. مش وإذا 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 أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. مريت شفت كلمة مترفيها ما ثمش علامة متاع وقف لكن أنا وقفت هكا ولا نرجع للي قبلها ونواصل يعني أمرنا نبدأ بأمرنا مترفيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وتواصل يلا. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وحق عليها القول فدمرناها. زيد الميم زيد. فدمرناها تدميرا. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم واصل سيدي هيا. وكم أهلكنا سيدي الفلاح. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. والعين وين هي؟ من بعد باء. وين العين؟ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. أيوه. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. علاش باء؟ خبيرا بصيرا. شنو نوع المد في في حرف الرام تاع كلمه بصيره؟ لا قلناه المره الفايته قلناه
خبيرا بدع وده. أما في خبيرا ولا في بصيرا؟ أي كيفاش نقف عليه؟ بصيرا. وعليش عوض؟ تعويض التنوين بالمد. بالمد بالمد ما هو المد؟ بصيرا. إيه ما هو المد؟ شنو العلامة بتاعه في الكتابة؟ الألف وشو هو؟ مش ألف فقط. والفتحة الثانية. فتحة الثانية. واضح. فتحة الفوقانية يعني. وكل الألف هذيك اللي عوض المد العوض. هذيك العلامة بتاع مد العوض. واضح. أي على أي. من كان يريد العاجلة. لا مش العاء. مش عاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. زيد الغنة تبننها مليح. لمن نريد نمشي. لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مش معناها العاجلة؟ دنيا. دنيا. أيوة. مش حالك مع الدنيا لباس؟ ولا في دارهم دنيا؟ ها يا سي فضل عون الله يلا. ومن أراد ومن مش ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مش سعيهم عاو. فأولئك كان سعيهم مشكورا. واصل. كلا نمد سيدي الباهن بين القلق لم تعدين. كلا نمد شو كلا نمد قول كلا نمد. ايوه هؤلاء. لا ما تمش واو من الاول. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء ابن عطاء. اه ولا عام وهؤلاء ابن عطاء. مش واو الواو كان في الثاني يا راه. معليش ما بديتش من الاول. لا يا قلت لك علاش ما بديتش فيها هؤلاء الاول؟ علاش بديت هؤلاء من عطاء رب؟ اي ما فهمتنيش. كي رجعت بالواو. اه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قد خلع وهي عاء. عطاء ربك. من عاء من عطاء ربك. عطاء ربك. إيه نعم. وما كان عطاء ربك محظورا. ايش معناها محظورا لهنا؟ قلت هيك من المره الفايته. ايوه والاخرى؟ حذر. حذر محذورا. تو جينا في اخر السوره. جاي بالذيل محذورا ولانك محظورا. اي نجم نقف. نجم نعمل وقف هذيك. ايوه. أي سنجي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر. بين الرأس دي النجي بينها الرأس ما تخافش. وللآخرة أكبر. شو أنا شوف. وللآخرة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مش وأكبر وأكبر تفضيلا. طا ولا تا؟ هي يقولها وأكبر تفضيلا. لا قد قلتها سيدي الناشي. اسمع روحك يتأخر. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ما غير من قد قل الفاء مش تف تف تفضيلا. شوف هنا شوها تفضي قول. وأكبر تفضيلا. أي واصل بعده. لا تجعل مع الله معا ولا معا معا. علاش اللام مشددة في كلمة لا هذيك في حرف اللام تاع كلمة لا تجعل؟ علاش اللام مشددة؟ تعرفوش علاش مشددة؟ لا عندكم مشددة. ركز مشددة. يعني تركز تلقى ثم لام مشددة ممكن في المصحف اللي عندكم بالجري مرسومة. لكن علاش شدة؟ حال الوصل. يعني حال الوصل تقول اللام مشددة لأن الرسم مضبوط على يعني يعامل معاملة الوصل. يعني كيما توصلها تقول تفضيل لا يولي يدغم بغير يغنى. هكا علاش اللام مشددة. اما كيفاش نبداو بها من غير ما نقول هكا لا تجعل لا تجعل لا دوبة مس اهبط لا تجعل لا تجعل عاود ترى لا تجعل مع الله عا ولا عا لا
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما. مش فتاق فتقعد مذموما. لا مش ماذا فتقعد مذموما. لا يا سيدي الباهي الذال ما فيش خلق له. فتقعد قاعد تقول فتاق فتقعد مذموما. سيدي أنور أنت قاعد تقول لك مذمو أخذ ركز معايا مذمو. لا ركز معايا ما هو مسينا باللسان في الذال ولا مسينا في ما يهبطش اللسان خليه لسه قلت وانطق بعده طول الميم ها مذمو. فتقعد مذموما. ايوه لا مش مخ مخ مخذولا. واصل عن برين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إيش معناها وقضى لهنا؟ حكم. نعم سيدي. وبالوالدين إحسانا إما يبلغنك عندك. لا يبلغن عندك. يبلغن عندك الكبر. كبر. الكبر أحدهم. أحد. أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما. أخف عليها عم إبراهيم ساش. فلا تقل لهما أف ولا تقل لهما فلا فلا بالفاء فلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. أيوة لا سمعنا عم إبراهيم على بركة. راه نحن ما عندناش فيها اف ما عندناش فيها وقف راه ما عندناش ما واكل الباه. اي طبعا نولي نقسم ما بين زوز قل معايا زوز اوامر. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولا تنهرهما باه. الى الحمد لله رسول الله. نسيت شنو نقول لكم. واصل عم محرز تو نتذكر قولي دايما. اي نسيت شنو نقول. نسيت يبلغ عندك الكبر اذا ما وقت يكبر يدوب تحت رعايتك. ما هو تو الاشكال وين؟ والله اليوم تغششت على شكون جاني يحكي قال لي انا فديت نهار الكل امي بحذايا واخوتي ما همش حابين. قلت له يا مستك سامحوني في الكلمه. قلت له يا مستك والله بالحق سامحوني في الكلمه حتى جماعه يتفرجوا. دبرتها اما خير انت امك عندك ولا تمشي لاخواتك الساعه؟ ايهما اولى؟ الجنة عندك وانت قاعدة تلوش تقول لها اخواتي ما مش حابين يهزوها. شنو هذا؟ مالك ومال اخواتك انت؟ اذا كان ربي سبحانه وتعالى كرمك وخلاك انت باش تخدم الاخر حياتها شنو قال اخواتي ما مش قايمين بالواجب؟ لا وقال لي نقسم انا مانيش عارف شنو الشهريه ولا كذا انا هكا هذا كلام تحكي فيه والله اليوم الصباح لهنا شنو هذا؟ يخصونا للشيء هذايا؟ إما يبلغنا عندك ما عندناش في الإسلام يار للمسنين للأسف الشديد. لكن توا الله غالب الظرف اللي وصلنا يعني الدولة مشكورة على المسألة هذه بصراحة. على الأقل ثم ناس قاعدة قائمة بالواجب وهذا ما يعنيش أنه نحن يلزمنا زادة نزوروهم حتى كالناس اللي ما عندهمش سند مسالش مش نزوروهم ونعطوهم كلمة طيبة. نعم سيدي تفضل. إن شاء الله ربي يتجاوز عن تقصيرنا على والدينا إن شاء الله وكهو. نعم سيدي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إيش معناه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة سيدي؟ يعني يدرب واخذ تلقاه هو مسكين حتحت وسيكبر مش هذا تهز في كتافك. لازمك ديما جناح الذل تهابط لوطا مهما كان. واضح يا جماعة؟ إقامة الحجة على الوالدين عقوق. أي نعم أي نعم إقامة الحجة على الوالدين عقوق. إقامة الحجة على الوالدين عقوق. والمرأة اسمعوني مليح يا سيدي إذا كانت بعدك على ميمتك وبيك راهي ما فيهاش خير راه والله العظيم ماشي يجي نهار كي تكبر أنت ولادك ماشي يرجعوا فيك الخدمة هذيك بدل العتبة والله العظيم طبعا شنو اللعب هذايا والله ينقلوها راه عن المرارة راه أنا نعرف شكون ضرب أمه والله يقرأ في القرآن والله سيدي فتحي والله العظيم قال شو ما حكمتش بالعدل تجي تثبت الحكاية لا عدل لا حد شيء ويسمع في كلام مش عارف شنو. والمرأة اللي ما تخافش توا
اللي قاعدة تبربش على سلفتها وعلى حماتها وكذا، يعني مو مش ينهار وباش تكبر وماش يرجع لها الترح. يا أخي شنو هذي؟ يعني أنت لهنا مسؤولية الراجل هو اللي يلزم يبين. هذيك ما وعنا إلا غالب الوسادة والولادة. كي سألوا شيخ قالوا يا شيخ ما يلتغلب الوسادة ولا الولادة؟ الشيخ كان في كي؟ قال الوسادة عندها دورها والولادة عندها دورها. الوسادة في الليل والولادة في النهار. سهل ما في حد شيء، ربي سبحانه وتعالى ذيك حكمة ربي اقتضت ذلك. أما أنك تضيع المسألة هذه كل شيء هذا يعيب، خاصة نحن أهل القرآن. يعني والله نجي نقول لو خيالي تو نحن كنا نتلموا في العاصمة لهناك وأكثرية تلقاه واحد من بلاصة واحد من بلاصة، راهو عيب، راهو عيب أنك ما تمشيش تزور أمك وأبوك بعد بشهر وشهرين ونص وشهر ونص باش تمشي تزور أمك وأبوك، والله عيب. حتى وكانوا ميتين راهو ردوا بالكم، حتى وإن كانوا ميتين شو تضرب بشهر ونص قال والله ما لقيتش وقت ولا ما نجمش خاطر نخلي صغاري واحد نهار اخر. حتى صغارك راه ماشي يقولوا ما نجمش نخلي صغاري وبوك انت مطيش بالتالي هذا نخمو فيه. قال شنو الدنيا والله يا شيخ ومصروف شنو هذا؟ والله نعرف شكون في سكره امه تسكن هنا شرت ريانة اقسم بالله يضرب الشهر ما يمشي لهاش. قال لي سيدي ما عنديش وقت. نعم حيه حيه ما عنديش وقت. قال شنو اللعب هذا؟ الدنيا اللي تلمت فيها شنو هي؟ وبعد وبعد تدعي ومن نميتك كفيله، تي كفيله باش تغير لك حياتك الكل ومن بوك. ونحن قال شنو والله الدنيا الدنيا الدنيا. لا ردوا بالنا بالحق ردوا بالنا، ما كانش راه والله العظيم خاطر الشيء اللي وصلنا له راه من دعاء من عقوقنا لوالدينا كما قال سيدي حموده اقامه الحجه على الوالدين عقوق. وثم اباء يعقوا والديهم يعقوا الابناء نتاعهم وحرام عليهم. لانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء واحد قال له يا رسول الله راني عندي 10 من الابناء لكن نحب الوليد هذاك نبوسه اكثر. قال له عققتهم قبل ان يعقوك. وهذا يعيب، هذا من هذا من اكبر العيب. اذا كنت تتذكر سيدنا عمر وقت جاء واحد يشكله من ولده قال له يا امير المؤمنين راه ولدي عايقني من اللي هو صغير عليه. سيدنا عمر ما يسعش كان ابو بركه ويجي من الحج. قالوا جاي ولدي لهنا اش بيك تعرف فيه؟ قالوا انا لما مع الصغار يسموا فيا ابو زن هكا جعل نقول سموا فيها هكاك في سم. وقام عليه الحجه سيدنا عمر على البو مش على الولد يعيروا فيه بومه. والله كيما قبيله جماعه يقراوا لي في القراءات واحد كلمني انا سيدي السلام عليكم صباح الخير. قلت له وعليكم السلام. قال لي ما يسالش يسمي بنتي فتنه. صدقني زحمه فتنه. والله يا جماعه راهو مش عارف وين وصلنا بصدق. والله يا باش تعرف شو نسموا الجماعه بنتي يا سيدي منير اغزل وصلنا بصدق. لا لا الواحد يرجع حساباته يا خيين. راهو نحن صحيح نقرا ونصلحوا في التلاوه ومانيش عارف شنو وكذا، لكن نصلحوا امورنا مع ربي ومع القران نقرا فيها قبل ما شيخ. مش حاجه في القضيه عقب القضيه استلام. اي اي سيدي اي والله تراو ما يتراش. نعم يا شيخ يقول لك العقوق حتى كي تمشي تفوت بوك يعني تمشي قدام المشي. سيدنا لقمان قال هل ولده وقت يوصي فيه ما يجيش. قال سيدنا الامام الشافعي اخاف انه يفوتني الظل نتاع امي ولا نشرب في الماء ولا تسبقني يدي للحاجه اللي هي تحبها. درجه هذيك درجه عاليه يا شيخ. إيه سامحني سيدي سامحني. يمشي قدامه اما قبل ما يمشي قدامه يلزم يوصل للدرجه هذيك. ما هو انا كابو وصلت لهذيك ولا ما وصلتوش؟ علاش انا نحط على الوليد في الواحد؟ انا كابو تو وصلت علمت الولد نتاعي ولا البنيه سيرتو البنيه وصلت للمساله هذيك ولا ما وصلتهاش؟ هذا يلزم زاد الواحد. لكن احنا مش نحاسبوا الابناء ونحن زاد عادين في ماشيين. قال شنو انا بو سيدي تات وعليه انت بو. لا الواحد يرد باله وربي يصلح حالنا جميعا ان شاء الله. لا بالحق راه نقول خاطر ثم شكون من اهل القران والله العظيم عمنا والواحد يقرا لي ام عمرها 96 سنه اقسم بالله جاي يقرا لي. نتذكر وقتها كان حسب ما نتذكر في سورة الأنفال لنعام حاجة كما هكا. هاي شحال في مدرسة السكر. هاي سيدي لاباس عليك الأمور طيبة لاباس الحمد لله شحال ميمتك؟ قال لي والله عندي سيدي حكيت شهرين ولا استغفر الله عندي ستة شهور ما شفتهاش. نعم والله كما هكا والله يشهد عليه. قلت له ساعة قلت له فز قاعد من قدامي حاش قدركم خاطر هو أكبر مني. قلت له هذيا عقوق وجاني فين أيوا سورة الأنعام إن الله فارق الحب والنوى يضرب يضرب ما حفظش يضرب يضرب ما قلت له شحال ميمتك؟ قال لي والله 96 سنه عندي 6 شهور ما زرتهاش. نعم يقول والله. قلت له والله ما تقرا علي عم ابراهيم الا مليون تمشي وتكلمني بحذاه وخذات ترى ومشى لميمته. شو اللعب هذا؟ هاني غنا قاعد نحكي الاخر يكون نكتي من غادي.
ما شاء الله. واصل يا سيدي واصل. ما شاء الله. ما شاء الله. كيف نحبك كيف؟ ليش كيف؟ يلا سيدي. قل رب ارحم. لا. قل رب. لا. وقل اقر. ايوه علاش ترى؟ الضامه. اي لكن شنو العلامه بتاع الاضاءه؟ اللام المخفيه. اللام المفخوخه سكون. سكون. ايوه عاد هاي. كما ربياني صغيرا. أيوة واصل سيدي. ربكم أعلم بما في نفوسكم. نعم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سيدي لا ما فيش رحيم غفورا. أما ما نقولش للأوابين غفو عود. فإنه كان للأوابين غفورا. نعم واصل سيدي. وآتي ذا لا كيفاش تقف عليها آتي؟ خلوه وحده آتي. هي مش وآتي قالتك تدخل وآتي تمدها كأنك التاء ممدودة والتاء ماهيش ممدودة يعني استقرها هكا وآتي ذا وآتي ذا عاود ترى وآتي ذا لا وآتي ذا القربى أيوة. لا قربى هاي في نابل تبع نابل أما لك وآتي ذا القربى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل نعم ولا تبذر تبذيرا سيدي بسام ما انقلقلوش الراء تبذر تبذرت ولا تبذر تبذيرا لا ولا تبذرت ولا تبذر تبذيرا فهمت ولا انا ما نقولش تبذر تبذرت تبذرت تعاودها تبذر اي عاودها بالقوي خلاص ولا تبذر تبذيرا فهمتها اي واصل يا سيدي البيت تفضل ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ما تطيحش الخاره ما نقولش اخوانا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قاعد تقول إخ. اسمعني سيدي. ريت هذيك الخاك يقولوا إخ. هذيك غلط. لازم نقولها هك شوف. تسمع في صوته إخ. وانا هذاك هو. أنا أقول إخ وانا تولي لا. عاود. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. وكان الشيطان لربه كفورا. واصل سيدي بعده. تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا زيد الراء شوية ترى لهما هذيك لهما سيدي عبد السلام فقل لهم قولا ميسورا 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 اي نعم وصل يا وليد ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها بس حط حط ايش شكون لا الطاء ساكنه ولا تبسطها لا تبسطها تبسطها مش طول تبسطها 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 كل البسط فتقعد نجوما محسورا واصل سيدي إن ربك يبسط الرزق سيدي عز الدين يبسط إن ربك يبسط الرزق لا لا مش الرزق رزق لا هاك غزر السين ثم في الزي ثم سين الزي تقول فيها ثم سين تقول فيها رز إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا با ولا با با إنه كان بعباده خبيرا بصيرا يا سيدي تفضل
ويدعو الإنسان بالشر دعاء. لا 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 سيدي اقرا سنة غديك اقرا ويدعو الإنسان فاقرا صحيح اقرا صحيح يسخيلوك ما مازلنا نحن وصلنا غادي اقرا اقرا صحيح ويدعو الانسان دعاء لا كما قلت لك اول مره ويدعو الانسان بالشر ويدعو الانسان دعاء عميم دعاء بالشر الشر يتبلى خاطر هو وقت اللي كان يقرا سي عزيز تحضر في الايه فهمت سيدي علي ويدعو الانسان الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واصل مراد وجعلنا الليل والنهار آيتين ها ولا ها النهار ها آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتحلموا عدد السنين والحساب نعم وكل هذيك سيدي وكل انت كيفاش حفظت كلي ولا كله ولا كله وكل انت كيفاش حفظ كله ها وكل يا سيدي وكل شيء لا لا هذاك سيدنا ورش يقرا شيء نحن نقراها عادية وكل شيء فصلناه وكل شيء علاش شيء يا سيدي مراد شيء عادي وكل شيء فصلناه تفصيلا ماش تعودها وتعمل الإخفاء بغنة وكل شيء يا سيدي شبيه يلا وكل شيء فصلناه تفصيلا تقول شيء ف شيء ف هذيك هي مش تقولها لي مع بعضها ترى وكل شيء مراد وقت اللي تدخل تنحي التليفون هاكا نقص كنت تكلم البارة تقول ولا معي يا ربي يصلح الحال هاي سيد توفيق وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه لا مش يل 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 كتابا يلقاه لا قد قل يل هي يل يلقاه شوف هنا شو يل يل هم شاء الله التوى يل أزغزر سين يل يل عب يلقاه منشورا شو ولا شو منشورا وصف اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا واصل سيدي من اهتدى فإن لا لا أرد بك سيدي الأستاذ من اهتدى من اهتدى لا لا من اهتدى شوفين من اهتدى تدخل من اهتدى ريتها تدى ولا في إيمالة عاود ترى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن يقف علاش تعرف في روحك لا المسيج وقف حسن ناقف من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نعم ومن ضل فإنما يضل عليها لا يضل يضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازر لا 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 اسمع روحك ولا تزر وازر أسمع. ولا تزير تزير زيرو زيرو ولا تزيم مشبعة ولا تزر و ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى نبعث رسولا حتى نبعث رسولا وصل أردنا أن يهلك
قرية لا عادي أقرأها قرية أمر قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرنا لا زيد شوية الميم فحق عليها القول فدمرناها نقولوا دم شو سيدي الباهي دم فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا اي وصل الآية بعدها ما يصير شيء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا لا خبيرا قراءة أخرى خبيرا خبيرا بصيرا خبيرا بصيرا أما ريت كلمة نوح فيها وقف خير راهو وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا واضح حيث من ري وصل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وينهي وينهي يصلاها ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا واصل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ولا عان عطاء ربك وما كان وما كان عطاء ربك محظورا واصل واصل انظر ولا او انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مذكورا ما يخلف وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما لا أصلها هذاك عمك إبراهيم كبير أنت يسأل خذها بالله فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما نعم لا 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 ربي يسعدك نحن وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة نعم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا سيدي تفضل ربكم أعلم بما وين هي الهمزة قل ربكم أعلم ربكم انطقها ربكم أعلم بما في نفوسكم نعم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا عليش الأوابين فإنه كان للأوابين غفورا شو معناها أوابين؟ الرجاعين أواب رجاع يعني كثرة الرجوع إلى ربي وتسمى أيضا سيدنا أيوب إن إبراهيم لأواه منيب أواه مش أواب
يعني كثير الأوهام. لله الحمد رسول الله. يعني ثم صلاة الأوابين اللي هي صلاة الضحى قيام النهار تسمى صلاة الأوابين. نعم يعني اللي تفوت صلاة الليل وصباح حرق يعوضها على الأقل في النهار، مش يتعدى هكاك مش لهنا جملة. هاد وآتي ذل، لا هني كنت نصلح له فيها. وآتي ذل، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وابن السبيل، وابن السبيل. نعم. ولا تبذر تبذيرا. واصل خوه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صلاة. وإما تعرضن عنهم عنهم ابتغاء رحمة من رحمة من ربك ترجوها فقل لهما فقل لهم قولا ميسورا. واصل بوه أبوهما. اي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. محسور ولا محسور؟ محسورا. نعم. إن ربك يبسط الرزق لمن مش الرس رز إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله يفتح عليكم جميعا إن شاء الله. قبل ما نأخذ الإملاء بسرعة مش نذكره على صلاة الجنازة، مشكور من الأخوة سألني على حكاية صلاة الجنازة بسرعة بسرعة فقط تذكير. الناس بنقولوا الجنازة والجنازة، واضح؟ الجنازة النعش ما فيهش الميت، والجنازة النعش فيه الميت، واضح؟ وثمة فرق بين الميت والميت. الميت هو من لم تخرج روحه بعد، أما الميت من خرجت روحه، لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون حرمت عليكم الميتة، واضح؟ يعني الفرق هناك هو الروح. عندنا نحن في مذهبنا المالكي صلاة الجنازة والجنازة فرض على الكفاية. شو معنى فرض على الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، واضح؟ ما تشكون في الحومة يلزم يصلوا عليها كل الكعبتين ثلاثة، إما وش لازم باش نصلوا عليها الناس الكل. أما إذا كان ما يصلي عليها حتى حد تأثم الرجال ونساء والصغار والكبار على بعض، واضح يا سيدي؟ أي نعم. شنو شروط الجنازة؟ شروط الجنازة يشترط لها ما يشترط للصلاة، ليه وشنو؟ الطهارة، هكا ولا؟ الطهارة فيها ثلاثة، طهارة الثوب والبدن والمكان، هكا ولا؟ باه. وستر العورة، هكا ولا؟ واستقبال القبلة، هكا ولا؟ والإنسان يكون متوضي، صح وإلا لا؟ أيوة. والنية، واضح ولا؟ ما عدا الوقت ما يشترطش فيها الوقت إلا فك ثلاثة أوقات نعرفوهم، بعد الشروق وعند الغروب وفي الزوال، واضح؟ تكره كراهة شديدة إلا لضرورة قصوى، يعني إذا كان حبوا جاء ضرورة باش ندفن الميت في الليل ندفنوه، ما عنديش حتى أقلال. ما فيهاش الكراهة هي رسول على شنو؟ الكراهة بتاع الصلاة في الأوقات. إي لكن نحن لا نسلم لها عن الصلاة بصفة عامة ثلاثة أوقات. نهية على السجود. طبعاً. إلا أنا هي صلاة الجنازة فيها السجود. نعرف لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكى على الصلاة بصفة عامة، واضح؟ اختلفت من المذهب للمذهب؟ طبعا. الفيلي بيصلوا في الليل بعد صلاة العشاء. ما عندنا حتى إشكال. بشكل عفوي يعني مش بالضرورة. ما عندنا حتى إشكال. لكن احنا ما جرت به العادة. واضح؟ نعم. إكرام الميت دفنوا. دفنوا. في كل وقت. في كل وقت. أيوه قلنا ثلاثة أوقات هذوكم. وكاهو. الأركان نتاعها هي النية. أنه الإنسان يقصد أنه باش يصلي على الميت. ما يهمنيش فيه الميت امرأة ولا راجل، باش تقول ساعات تلقى في الجامع يبدا باش يصلي الامام راجل ولا امرأة ما يهمكش فيه، انت تدعي للميت ما يهمكش يا سيدي، حتى كان الامام ما يعرفش راجل ولا امرأة ما يقلقش، ما يقلقش، هذا كان من المندوبات ما يقلقش بتاتا. نحكي لحتى يا سيدي انا ما في باليش خطر عندنا نحن في المذهب هاتوا مش يجينا أقل الدعاء اللهم اغفر له وارحمه أكهو. لو أنا أعطوا نجيهم بشوي بشوي الله يصلح بيكم.
الركن البعد اللي هي أربع تكبيرات أولها الإحرام لولا الإحرام، ويندب أن الإنسان يهز يديته لأول مرة، يحب يخليهم مزلولين، يحب يسكرهم يديه، ما هذا كله ما يقلقش. واضح سيدي؟ به تسليمة واحدة إذا كان الإمام بده يصلي يقول السلام عليكم، يجهر بها الإمام. ركزوا ركزوا، نحن كنت ركزوا مليح، أنا تو نصلي الإمام نقول السلام عليكم، نجهر بها. اللي ورايا يسرون بها، اللي ورايا بالسر، السلام عليكم السلام عليكم، واضح بالسر. هذه هي يعني الـ بالنسبة له. القيام للجنازة القادر لها، أنا ما نجمش حبيت نصلي ونجم نصلي على كرسي، نصلي على كرسي ما يقلقش، حتى وكانت كبرت التكبيرة الأولى وأنا قاعد ما يقلقش. واضح؟ أي نعم. عندنا في المذهب المالكي ما عندناش سنن صلاة الجنازة، عندنا مندوبات. واضح؟ أولا المندوبات فيها أولا هي إسرار الدعاء، وقبل كل شيء كما قلت لكم أن الإنسان يرفع يديه حذو الـ 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 يعني المنكبين في التكبيرة الأولى. اللي بعدها لابتداء الدعاء بالحمد لله والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشرط في كل دعاء، حق ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا أتسأل سيدنا ما يصلي على الشافعي والحنفي. أي أعطوا مش مشكل، أعطوا نقول. بعد أن أسر الدعاء، يعني أنا نجهر تو بالدعاء للميت والمنشورش؟ لا. لا أجهر بالدعاء للميت، واضح ولا؟ به. يندب يعني يستحب أن الإنسان المشي يصلي على الميت يقف وسط الميت إذا كان ذكر، وإذا كان مرأة حذو منكبيها. لكن إذا كان أنا موقفتش لهك ولا هكا ثمش إشكال، ما ثمش حتى إشكال، قلنا راه من المندوبات. واضح؟ به. تقول لي سيدي عندنا شكون في الحومة، أنا قالوا لي باش صلي عليه لكنه خنثى. تعرف ايش معناها خنثى ولا؟ الله الله الله. اي شنو معناها لهنا؟ اي يورث ولا ما يورثش؟ سيدنا عمر قال يورث، فيها تفصيل كبير. خنثى الميت اذا كان انسان ماشي يصلي عليها، يصلي عليها كما حكمه حكم المراه، يعني يستحب. شو معناها؟ فين يقف؟ عند المنكبين. واضح يا سيدي؟ أيوة. به كيفاش؟ معروف معروف شيء مش يقولون له هو. لكن نحن فرضا في الحومة تو، هو الأصل، هو الأصل، مش عليكم الأصل سيدي، خلينا نحكي شوية من الأصل يا سيدي. هذه حاجة بالله مهمة برشا، إذا كان نحن أهل القرآن يزمنا زادة نعملوه. توفى سيدي الميت على غرادة ما لا وصل حد شيء، الأصل خاطر ديما اللي يعرف روحه باش يموت تلقاه يوصي نظف أموره، وراه عندي سوالات كذا وعندي كذا وعندي كذا، هكا ولا؟ حتى وإن كان وصى قبل ما يخرجوا منه من الدار يوقف شكون من العائلة، يا ناس شكون يسأل هذا الميت هذا فلوس؟ يلزم هذا يتقال، نحن تقول لك تبرى بركة ادفن، لا. لذلك اللي كان عليه دين لا يصلى عليه أهل الفضل. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما نصليش عليها، لأن واحد من الصحابة قالوا أنا نأديها عليه يا رسول الله. واضح ولا؟ يعني هذه من السنن المتروكة. نحن عندنا في المالكية أنه بعد كل تكبيرة ندعو، بعد كل تكبيرة. طب خاطر علاش؟ أكثر الناس كما قال سيدي حمودة يأخذوا في المذهب المشهور أنه التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية صلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة دعاء الميت، التكبيرة الرابعة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك اللهم وبحمدك وسلم، ما ثم حتى إشكال. لكن نحن يستحب الدعاء عقب كل تكبيرة، أقل الدعاء، أقل شيء اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، أكهو. تحب أنت تزيدك الدعاء متاع سيدنا أبا هريرة المشهور، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله وسامه ودخله واغسله بالماء والثلج والبرد، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تحب تقعد تعودها كل تكبير ما يقلقش. أما أقل الدعاء شنو قلنا؟ اللهم اغفر له. إذا كان امرأة تقول اللهم إنها أمتك وابنة أمتك ولو بنت عبدك. واضح؟ ما يقلقش هذا الكل. الدعاء متاع الصغير نزيدوه إذا كان مناش حافظين الدعاء، يعني قل اللهم اغفر له وارحمه. إذا كان يعني نحبه نزيدو نحفظوه، يعني نقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه. أقل شيء في الدعاء. واضح؟ أما إذا كان محفظتش اللهم شنو قلنا؟ اغفر له وارحمه. هذا شنو قلنا؟ أقل الدعاء. به
ساعات انت تقرا في الجمعيه في مدرسه قرانيه ويجوا يسالوك ولا تسالك زوجتك تقول لك اسمعني راي جارتنا ولدت واك صغير نتاعها مسكين توفى زعما كيفاش نعملوا؟ ركزوا معايا مليح. قالوا سيدنا الفقهاء ان استهل صارخا تصلى عليه الجنازه، ان لم يستهل صارخا لا تصلى عليه الجنازه. هبط من كرشمه وقال واك تصلى عليه الجنازه، اهبط ميت لا تصلى عليه الجنازه. هذا فرضا اذا كان ما لقيناش ساعات ما يلقى يموت صغير تلقاه ميت مثل موجود، قلنا فرضا نفترضوا ما لقيناش نهارتها ثم جنازه نتاع رجل ولا مراه كبيره وحده، نسالوهم كان وهبط يعيط نصلوا عليه الجنازه، كان ما هبطش يعني صارخا لا تصلى عليه الجنازه. واضح يا جماعه الخير ولا؟ ايوه ترقيع الصلاة. انا خلطت توا على الجنازه في الركعه في التكبيره الثالثه، واضح ولا؟ انا خلطت الله اكبر كبرت، جاء بعد الامام قال الله اكبر دعا وقال السلام عليكم، انا قداش حصلت مع الامام؟ زوز. نكمل زوز، نكمل زوز، ما دخلت انا بتكبير ولا الله اكبر، اليوم قال الله اكبر سلم نكمل الله اكبر الله اكبر. تحب ما غير دعاء تحب الدعاء زاد كيف كيف، اما مش هما هزوا الجنازه وانت تمشي تعمل الدعاء، لازم الجنازه تبدا موجوده، كانت هزت سي، اما مهما يكون لازمك تكمل ترقع الصلاه نتاعك. نعم عم ابراهيم، هو صلى 4 ركعات ونحن نصلي باش يسلم وهو جاي بالخامسه، ولا نقص ولا سؤال ممتاز هذا، يرى سؤال مهم برشا، ولا هو يستنى معناه باش نصلي باش يكمل الرابعه وهو رد الصلاه الثالثه. ممتاز، سؤال مهم برشا، هذا تصير فيه برشا مشاكل في الجوامع، هذا تصير فيه برشا مشاكل في الجوامع. ركزوا معايا وصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نصلي ورا الامام، ركز معايا، ومتيقنين انه كمل الاربعه، متيقنين هو زاد الخمسه نسلم ونحن وجوبا. فهميني مش كيف الصلوات الاخرين، متيقنين علم اليقين انه تعدى للخمسه ونحن كمان الاربعه نسلم وما يهمناش فيه. اذا كان هو ما حبش يسمع نقولوا السلام عليك، واضح ولا؟ نعم سيدي. الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه ثلاث صلاه اربع صلاه خمس صلاه سته صلاه حتى ثمانيه. انا ديما نحكي على مشهور مذهبنا المذهب المالكي فقط باش ما تسيبناش بلبله في الجوامع، توا نحن برشا يتبعوا فينا وكذا وكل شيء باش تبدا الامور مريقله، وكا هو صلاها ثلاثه سيدي وسلم نراجعوا له، يا نقول له يا فلان راك عملت ثلاث تكبيرات نكملوا معاها الرابعه، كان نكمل ما كملش وقال انا صحيح الله اكبر نكمل الرابعه وديما تمشي على روحك، واضح؟ هذه هي سيدي وكا هو. المراه يجوز لها باش تمشي للجنازه، والاولى ان تبتعد عن الرجال، تكون بعيده عن الرجال يجوز لها باش تمشي للجبانه مع العباد، لكن بهاك الشروط نتاعها المعروف انه تلبس لباس محتشم واضح ولا فضفاض لا يصف ولا يشف، ويكره ان تنوح بصوت عند الجنازه، وحرام انها تخرج بالنار كما كانوا في الجاهليه قبل يشعلوا النار ويخرجوا وراء، خاصه في بعض الارياف تو يعملوها فك الشبيبه، يبدا واحد عازب يموت يعملوها الحكايه هذه، واضح؟ الحمد لله بدات تتنحى تو شويه، واضح؟ ايوه احسنت بارك الله فيك. الجنازه نخرج بها من غير صوت، الجنازة نخرج بها من غير صوت، لا تقولوا لا إله إلا الله واجمع محمد رسول الله، لا قولها في قلبك، واضح؟ شفتهم في بعض الأحيان وقت اللي يبدو يغطوا في يحطوا الميت ومش يسكروا القبر، يبدو يا رحمن ويا رحيم ويا الله جنة وغفران ذنوب إن شاء الله، سمعتم برشا الناس كلها مع بعضها، لا واضح ولا؟ ثم قراءة القرآن على القبر عندنا في المالكية لا تجوز قراءة القرآن على المقابر، لكن إن قرأنا لا بأس بذلك لأنها المسألة خلافية، واضح؟ يعني كنا نقرأه خير من يحكوا عند كيف ويحكوا على الدنيا ويكون أفضل، لكن ما نتخذوهاش وحاجة واجبة، واضح؟ يعني من فضائل الأمور فقط، هذا هو والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. ما كله من العرف كله من العادة ما يقلقش كله ما يقلقش، المهم حاجة ما نتخذوهاش واجبه كما صدق الله العظيم عند قراءه القران، يا اخي واجب نحن ديما باش نقولوا القران العظيم وقت نقراه، لا هذه من البدع القرائيه مره نجيبوها مره لا وهي ماشيه. نعم سيدي الباهي. هي التلقين، التلقين الاولى انه الواحد يقول لي يقعد عند راس الميت بعد ما يمشي العباد، يا فلان يا ولد الفلانه اثبت على ما كنت عليه في الدار الدنيا وهي شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. علاش ولد فلانه؟
ديما لم يخلط لها الأجر. لا مش هذيك يعني، هذيك حاجة في التبني وهذيك حاجة أخرى، هذه حاجة مقاسة. لا لا ها؟ يا سيدي اسمع. لا لا يا سيدي ما تقولوش يا ولد فلان، قولوا يا فلان اثبت على ما كنت عليه والسلام عليك. لا لا هذه مقاسة. ها يا سيدي الله يسحن أبغى. الخمسة يورث. اي على قوي نعم يورث. يورث شنو هي الانثى ولا الذكر؟ شنو يورث الانثى ولا الذكر؟ ياخذ البي نتاعو هو. انا سيد عمر قال يعدلوا لا ينظر اليه، لا لا ينظر اليه ما هو اكثر حسب فيها تفصيل. ينظر اليه يمشي للطبيب ويشوف وكذا برشا امور. بارك ربي يحفظك شيخ. اه الله يرحمك. اي اي بالنسبه للفاتحه علاش تم خلاف فهم؟ ناس تقرا ناس ما تقراش. اي على التحكي على صلاة الجنازة. هي عليه شو المشكلة؟ ما هو خاطر صلى الله عليه وسلم الحديث على ظاهره لا صلاة إلا بأم الكتاب. تم حديث. فهي تسمى صلاة. خذوها على ظاهرها ولا جيبوا في الفاتحة في أول الركعة. نحن يا سيدي ابعد عن الخلاف هذاك وقول اللهم اغفر له وارحمه كانك مش حافظ. كانك مش حافظ. خويا هاوك الكتب موجودة والإنترنت موجودة. أعمل وريقة كما هكا وابدأ احفظ. هاي وريقة قد هكا ابدأ أقرأ وعاود. تو تحفظ. أه؟ دعاء مالك هنا خويا. مالك. لا 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 نقرب الملكية ما هي بالملكية كله دعاء. شوف دعاء ربع تكبيرات أبغى الدعاء فتح بعد الدفن ما عرفت شو بشغال. هني قلت لك هني قلت لك كلها من الحاجات المحدثة من البدعة الحسنة يقولوا هذه مسألة خلافية. أما ما نشدوش فيها ديما 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 تولي وكأنها واجبة. ذا ونعرف شكون يعمل فيها شماتة. قال شماتة في الآخرين. علاش شماتة في الآخرين يا اخي؟ مره هكا ومره هكا وكاو عليه شايف. الله يعلمنا اسي. هي الفاتحه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اللي قلته الشيخ لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب هكا. الشافعيه والحنابله ماخذين انه الصلاه جنازه يلزمها فاتحه خاطر اخذوا على ظهر النص نتاع الحنابله. المالكيه ولا الحناف يقولوا الصلاه هي دعاء خاطر الصلاه لفظ الصلاه جات بمعنى قوليه وفعليه وبمعنى العباده بفتح بلا دعاء. هم يقولوا الجنازة هي أصلها دعاء. نعم صلاة معناتها من خاصة الإمام المازري اللي هو مالكي قال نقرأ بالنسبة للمالكي نقرأ الفاتحة بنية الدعاء مش بنية أنها واجبة. أي صحيح. لكن سيدي شوف النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. واضح ولا فعل هذا فعل هذا. المخاطبون مكلفون إما بهذا وإما بهذا. وأنت إذا كان ربي يفتح عليك مرة جيبها هكا مرة جيبها هكا والسلام عليك. ما يجيش الإمام يصلي بنوى لا 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 عليه يجي لا لا بيقلقش هذا الإمام بنوى مذهب والمأموين بمذهب. لا لا أنا قلت لك يا سيدي نحن تونس ولا مذهبنا ملك أمشي على المذهب الملك ديما نعطوا المشهور 95% من الانترنت يعني كلها من الانترنت بالله تذكرني في مسألة الانترنت. بربي نحب نقول حاجة مهمة برشا وتوا الناس تتابع فينا. راهو انا ولا انت مش مؤهل نمشي نعمل قال لي شنو تجيني واحد ولا اخت ولا طفل يقول لي راني عملت بحث على جوجل. اه انت شكون باش تعمل بحث ساعه؟ انت شكونك ساعه؟ شكونك انت باش تعمل بحث؟ يا اخي سهل انت باش تمشي تجبد على جوجل وتقول هاني خذيته. قال شنو انا ناخذ عملت والله عملت برشا بحث وقريت منه. لا سيدي ثم علوم لازم تسمعها سماعا خاطر فيها تفصيل. واغلب الشيخ جوجل هذا اللي حاطين عليه الاغلب عليها مذاهب اخرى يعني الا الانسان المتمرس اللي فاهم ينجم ياخذ منه. مش ياخذ هكاك وقال شنو هاي سيدي هاي وقيت الله المستعان. جميل يا ايوا سيدي وما دام ذكرنا الجنازه الاجل نتاعنا قريب نحضروا روحنا. شو لطيف ربيع عليه ربيع عليه قال مش اه نسخي. لا الله اعلم ربي يعطينا حسن الخاتم. امين امين نعم وبربي بربي خاصه نحن تو ديما نقول اهل القران بربي نمشوا للجنائز وكل شيء خاصه كي تبدا الجنازه خارجه ولا في المقبره. بربي وروا للناس ان موضع نتاع خشوع وتذلل حتى يجي مش يحكي معاك قول له تو بعد نحكوا بصدق خاطر تمشي للجبانه وتمشي للمقبره والله شيء يندله الجبين. الناس تحكي على الكوره وهز القهوه معاه والسيجار وقال شنو قاعد ندفن في الميت علاش خاطر جاي باش يعزي فلان باش هكا يربح الوقت. شو هذا؟ اي يا سيدي اي اي اي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم نعم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أيوة فمسورة نرزقكم وإياهم لنعم الرمز متاعها كه احفظوها الرمز متاعها كه هذه يعني متاع لنعم كيفاش نقراه نرزقكم الاسراء نرزقهم هاكا كه الكيف للانعام والهاء للاسراء واضح ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نعم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل نعم إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كان سيئا
عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا أصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة قد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا هكا علاش نقولوا أقرأ القرآن وما تخافش أقرأ القرآن شد في القرآن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون شنو حجابا مستورا اكثر من حيث برلين انا برلين وانا واحد حجاب من عند ربي انا مش عند سيدي وعكازين وكذا لا قران اما بصدق
مش للمرآت والسيد فلتين وعلين، لا لنفسك، لنفسك ربي سبحانه وتعالى. نعم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يا سيدي اعملوا الأوقاف اللي قلت هيكم الله يصلح حالكم. عودوها يا سيدي وحطوا الوقف. نعرف من تجمع تكملوها. عم محرز مثلا من يجيش كملها صيح ولا عم محرز تو إلا كنا بدأ مفتت عشيتش. ها سيدي عاود. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فتستجيبون بحمده وتظنون
لبثتم إلا قليلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا رب ارحمنا بالقرآن، اللهم يا رب اكرمنا بالقرآن، اللهم يا رب لا تهنا بالقرآن، يا رب ارفع شأننا بالقرآن، اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن، اللهم طيب ألسنتنا بالقرآن، اللهم طيب رزقنا بالقرآن، اللهم يا رب لا تبعدنا عن القرآن وحلقاته، اللهم انقش القرآن في صدورنا، انقش القرآن في عقولنا، انقش القرآن في أفكارنا، انقش القرآن على ألسنتنا، انقش القرآن في أقوالنا، انقش يا ربنا القرآن في أفعالنا، اللهم يا رب اجمع القرآن في ذاكرتنا يا أرحم الراحمين، اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا تعلم حالنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك سؤالنا، اجتمعنا يا ربنا لأجل إرضائك فارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا، اكشف كروبنا، تولى أمرنا، اقض حوائجنا، اقض ديوننا، يا رب كف أيدي الظالمين عنا، كف أيدي الحاسدين عنا، كف أيدي الشياطين، شياطين الإنس والجن عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا رب بارك لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اشف آباءنا وأمهاتنا، اللهم اشف آباءنا وأمهاتنا، اللهم اشف آباءنا وأمهاتنا، اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبعد عنا الزنا والربا والغلا والغبا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، لا تخرجنا من هذه الحلقة المباركة إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وكشفت كروبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم بدءا وختاما على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كلام قديم لا يمل سماعه، تأسى عن قولي وفعل ولياتي، به أستفي من كل داء ونوره، دليل لقلبي أنبحري وحيراتي، فيا ربي متعني بسر حروفي، ولوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي، وهب لي به فتحا وعلما وحكمة، وهانس به يا ربي في القبر وحشاتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي، فجد وتقبل سيدي بتفضل، وعم جميع الحاضرين بالرحمة، وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الخير، وارحم كل حي وميت، بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة، محمد المختار خير البريات، عليه صلاة الله ما يتلو قارئ صلاة وتسليما وأزكى تحياتي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل أفضل صلاة
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال والجمال يا محمد. اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل.